بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة جاي أكلمكم عن الآية رقم 19 من سورة التوبة. الآية دي طبعا كان فيها اختلاف طبعا بين المفسرين، في ناس قالت إن هي نزلت في العباس بن عبد المطلب، وفي ناس قالوا إن هي نزلت في ثلاثة جم واتكلموا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من المسلمين، وأنا هقول لكم الموقفين إن شاء الله. الموقف الأولاني إن العباس بن عبد المطلب لما أُثر في غزوة بدر فكان بيقول لهم إن سبقتمونا بالإسلام فلقد سبقناكم بإيه؟ بعمارة البيت وبسقاية الحاج، يعني إحنا كنا شغالين في المسجد الحرام قبل ما أنتوا تيجوا، وكنا بنسقي الناس الحجاج، وكنا بنعمر البيت، كنا قايمين على شؤونه. ده موقف. الموقف الثاني اللي هو موجود في صحيح مسلم بيتكلموا ان في ثلاثة من المسلمين كانوا موجودين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواحد فيهم بيقول يكفيني في الاسلام ان اقوم على سقاية الحجاج، يعني انا هيكفيني في الاسلام ان انا اعمل حاجة واحدة بس، ان انا اخدم الحجاج، ان انا اسقيهم بس. والتاني قال يكفيني في الاسلام ان انا اقوم على المسجد الحرام، يعني ان انا اشوف شؤونه الظاهرة. ويقيل ان سيدنا الامام علي كان التالت، وهو اللي قال لهم انما الجهاد في سبيل الله أعظم درجة، عشان كده نزلت الآية رقم 19 من سورة التوبة. هنسمع الآية دلوقتي بصوت المرحوم المهندس باسل مؤنس، وهو من أحب الأصوات إلي وترك لنا هذه التلاوة. نسأل الله العظيم أن تكون في ميزان حسناته، لعل الله يرحمه ويغفر له بها. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وذلك الفوز العظيم وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم